السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ما لو تفضلت في سؤالين كده. اسأل. أنا يعني مصرف على والدتي صاحب مرض، وأنا فتح بيت يعني مكون من بنتين وزوجة، وعندي والد ما بيشتغلش وياخد شقايا يصرفها على اخواتي برضه ما بيشتغلوش، فحكم البر مع الاب ده. يعني عفوا، هم لا يشتغلون وهم يجدون الاعمال وفي صحتهم؟ واحد 20 سنه وواحد 17 ورايح جاب لهم تليفونات بالقسط وباعوها وصرفوا فلوسها، والناس بتطالبني انا، وانا طبعا داخل على قدي، ووالده انا تعبت معاها وتعبت ونصحت كتير وتعبت معاها خالص. المطلوب حكم الفلوس اللي انا يعني مثلا لما بدل والدتي فلوس تجيب اكل في البيت. اسمح لي بأذكرك بالآية الكريمة. فضل. رب العزة يقول: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. قدر الاستطاعة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب السؤال كان حضرتك. مرحبا بك. مرحبا شيخ عبيد، واهلا وسهلا. تفضل. انت ملك لابيك لا يصح يا حبيبي، تفضل. يعني بر والدي على اي حال وماليش دعوه يطعمهم او ما يطعمهمش؟ لا، على قدر استطاعتك. بقول لك: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. على قدر المستطاع. على قدر مستطاعك.